اليمني بالفراخ، مقادير هتنزل معانا على الشاشة. عندي حلة على النار سايباها بتسخن علشان تطلع لي المقادير بتاعتي على طول. مقاديرنا بتقول ان انا معايا فرخة، وارجع واقول الفرخة دي قابلة للتغيير وقابلة ان انت تعمليها بوراك او صدور او اجنحة او دبابيس او ايا كان اللي موجود. طيب علشان نسلق الفرخة نعمل ايه؟ انا محتاجة ايه؟ زبدة وزيت. زبدة وزيت لسلق الفرخة، ما انا قبل ما سلقتها وحطيت عليها المية السخنة اديتها صدمة في الزبدة والزيت مع حبهان وقرنفل وقرفة ولورة ولومي ورشة ملح وفلفل اسود، اديت صدمة للفراخ مع الزبدة والزيت. علشان كده هتلاقوا الفرخة هتحسوا، مش هتصدقوا ان دي مسلوقة، لا هتحسوا ان هي متحمرة. بصوا اللسوعة بتاعتها دي، علشان كده انا اديت صدمه للفراخ عشان تديني اللون الحلو ده وتبقى ماسكه نفسها. بعد ما بدات ان انا اديها الصدمه نزلت عليها بالميه المغليه، ما تبقاش ميه من الحنفيه، ميه مغليه مش ميه من الحنفيه، علشان تديني الشوربه اللي انا هستخدمها لتسقيه الرز. طيب نيجي بقى للرز يا حمدي، مقاديرنا بتقول فيه ايه؟ للتحمير بتاع الفراخ، او مش هنقول للتحمير، هنقول لتكمله التسويه بتاعت الفراخ، محتاجه ايه؟ معلقتين كبار صلصه طماطم، شويه من الزيت، سنه من الكزبره الناشفه، توم باودر، بابريكا وملح وفلفل اسود. هعمل الخليط ده كله كده على بعضه وابدا ان انا ادهن بيه الفراخ وادخله الفرن. او عندي اختيار تاني للتسوية، يا اما ادهن الفراخ بالخليط ده وادخلها الفرن، او الاختيار التاني ان بعد الرز ما يتشرب اروح عاملة الخليط ده كله وادهن بيه الفراخ واحط الفراخ على الرز من فوق تكمل تسويتها مع الرز. طب يا نونا انت بتفضلي ايه؟ او ايه تطعيمته هتبقى احلى؟ انا تطعيمته هتبقى احلى بالنسبه للفراخ اللي في الفرن. ليه؟ علشان هتتشعوط كده وتتلسوع وتاخد لون حلو اكنها مشويه، لكن لما تتحط تكمل التسويه بتاعتها مع الرز هحس ان انا باكل فراخ مسلوقه مع الرز. وانا عن نفسي كنونا يعني اعوذ بالله من كلمه انا، ما بحبش قوي او ماليش تقل قوي على الفراخ المسلوقه زي ناس كتير ما بتحبهاش. فهنبدا ان احنا نعمل خليط الدهان واحطها تكمل تسويتها في الفرن. طيب لما انت اصلا هتكملي تسويتها في الفرن، ايه اللي خلاكي اديتيها صدمه واديتيها نص سلقه؟ عشان عايزه البهاريز بتاعتها بتاعت الشوربه اسقي بيها الرز عشان اخد منه تطعيمه حلوه قوي. بس برضه ما سلقتهاش سلقه كامله، ده يا دوب اديتها صدمه علشان ما تتهريش معايا، نزلت عليها الميه السخنه مع باقي المكونات عشان اخد شوربه حلوه قوي اسقي بيها الرز، وفي نفس الوقت الفرخه تبقى ماسكه نفسها، ما تبقاش مهريه وما تبقاش مستويه سوى كامل. طيب خلصنا من الفراخ، نيجي بقى دلوقتي للرز. عندي حله سخنه على النار، هبدا ان انا احط فيها حبه من الزيت حلوين كده، ومقادير الرز معانا على الشاشه. مقادير الرز بتقول ان احنا معانا ايه؟ 10 كوبايات رز بسمتي ابيض اصفر ايا كان اللي حضرتك بتحبيه استخدميه. معايا ايه؟ بصلتين مفرومين، ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم ممكن تستغني عنه، مرقه سلق الفراخ، وانا واخده حوالي 10 كوبايات. طب انا عامله 10 رز يعني قصادهم 20 سوائل، واخداهم 10 شوربه او 10 مرقه من بتاعه الفراخ، وال10 التانيين ميه من الكاتل تكون مغليه، ولازم تكون مغليه، والشوربه لازم تكون مغليه علشان تديني تسويه ممتازه للرز. طيب ليه حاطين 20؟ علشان انا عندي 10 رز، ليه نقعاه؟ علشان ما ياخدش وقت في التسويه. اول ما الرز ينزل على النار نحسب على ايدينا ونبدا نحط له العقد بتاعه اللي هي الميه المغليه او الشوربه المغليه، نحسب على ايدينا 15 دقيقه بالتمام والكمال ويكون الرز مستوي. طب احنا لو ما نقعناش الرز قبلها بربع ساعه هيحصل ايه؟ الرزايه هتحصول، الرزايه هتنشف، هياخد سوائل كتير مش هتعرفي تظبطيه، هيطلع معاكي ناشف. فهنشوف النهارده الرز هيبقى عامل معايا ايه. طيب باقي مقادير الرز يا حمدي معلش. طيب تمام، عملت ايه؟ حطيت شويه زيت ورحت حط عليهم الثوم الاول. ليه حطيت الثوم الاول؟ علشان انا عايزه اطلع الروائح الحلوه بتاعته. طيب هتحطي بعدها البصل؟ لا، انا قبل البصل هحط التوابل بتاعتنا بتاعه الرز كلها مع الثوم، كزبره ناشفه، وادي كده البهارات، انا عايزه الروائح كلها تطلع مع الثوم قبل ما احط البصل بالشكل ده كده. مش هتلحق التوميه تتحمر معايا. يا دوب لسه اهو بتاخد لون ذهبي. خلاص كده تمام وزي الفل. ابدا انزل عليها بايه؟ هنزل عليها بالفلفل الاول. اطلع الروائح الحلوه دي كلها كده.
واروح نازله بقى بعد كده يا ست الكل بالبصل. بسم الله. يبقى كده التوميه انا خدت الريحه الحلوه بتاعتها اللي انا عايزاها، ما نزلتش البصل عليها الاول، لا ده انا نزلت التوابل كلها عشان تطلع لي ريحه حلوه مع الثوم، ورجعت في الاخر خالص نزلت البصل اللي هو بيبقى فيه سوائل و عفوا، وان هو مجرد ما ينزل خلاص كل الروايح بتاعتنا هتبدا ان هي تقل شويه بشويه. بصوا شكله بقى عامل ازاي، ادي شكل البصلايه مع التوابل اللي حطيناها مع روايح التوم الحلوه مع الفلفل الحامي اللي حطيناه. ارجع اعمل ايه بعد كده؟ اللون الاحمر الزعفران ده هسيبه على جنب دلوقتي، اجيب الرز اللي احنا غسلينه ونقعينه نص ساعه، وابدا ان انا مصفينه كويس قوي، واروح منزلاه بالشكل ده واقلبه كويس قوي مع الخليط اللي احنا حطيناه عشان كله يشرب من بعضه، واكون محضره المرقه، واكون محضره الميه المغليه، والمرقه كمان تكون مغليه علشان اول ما تنزل على الرز تبدا ان هي تطلعه على طول خلال الربع ساعه اللي قلتلكوا عليه. بسم الله. شايفين بس لون الرزايه نفسه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، وريحته تحفه. انا كده لسه ما حطيتش ملح، ليه ما حطيتش ملح؟ علشان انا عندي المرقه فيها ملح، فهبدا احط العقد بتاعي الاول وبعد كده اشوف الملح اللي انا عايزاه قد ايه. كده تمام وزي الفل، ريحته هايله هايله هايله. نحط حبه من الفلفل الاسود، وهحط شويه برضو من الملح، واشوف بعد كده انا هحتاج قد ايه. عندي هنا 10 من الميه من المرقه، وعندي هنا 10، ادي كده 20، وال20 مغليين كويس جدا، وابدا اعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. المرقه اللي عندك بتاعت سلق الفراخ هتديكي كلها 20 كوبايه، ما عنديش اي مشكله، لكن عندي اديتني 10 كوبايات بس، عشان كده حطيت قصادهم 10 كوبايات من الميه المغليه، وابدا ان انا اقلب واشوف بقى التسويه او الحياء بتاعه او الملح بتاعه انا هحتاج قد ايه. طيب نونا انت عندك زعفران احمر او لون بودر احمر، هتحطيه امتى؟ لا ده مش دلوقتي خالص، ده بعد الرز ما بيتشرب وخلاص، ان هو هنقفل عليه عشان التسويه. بصوا شكله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. ندوقه دلوقتي بقى كده ونشوف الحياء بتاعه. عملت الرز وحطينا العقد بتاعه خلاص، هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا وهو الرز بيستوي او على ما يستوي اروح عامله ايه، حاطه الفراخ بتاعتنا تكمل تسويتها في الفرن. زي ما قلت لكم في طريقتين للتسويه، يا تحطيها في الفرن وتعتبريها اكنها زي المشويه، يا تبداي ان انت تعمليها بنفس الخليط بتاع الدهان وتحطيها على بقيه الرز من فوق بعد ما يتشرب. وانا ما بفضلش الطريقه الثانيه بصراحه، انا بحب الطريقه الاولانيه اللي هي اكنها مشويه عشان تديني تطعيمه وشكل احلى بكتير من ما تكون مسلوقه. نعمل كده، نعمل كده، ادي صلصه الطماطم، حبه الزيت. شايفين شكل الفراخ اصلا تحسوا ان هي متحمره مش مسلوقه، وده بسبب الصدمه اللي احنا اديناها لها في الاول علشان تدينا النتيجه دي. توم بودر، كزبره، شويه من البابريكا، وادي ملح، وحبه من الفلفل الاسود. بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي، شايفين ده؟ انا هاخد سنه كده، سنه على طرطوفه المعلقه كده اهي، راح احطها كده وابدا ان انا اقلب كل ده كده. الحمد لله يا رب، وابدا اقلب ده كده.
عايزه اخفه شويه بشويه من الزيت مش الميه. وابدا ادهن بيه الفراخ. شايفين لونه عمل ازاي من اللون الاحمر اللي احنا حطيناه؟ الفرن بتاعي شغال. الفراخ طبعا اللي هي البيضه ما بتاخدش وقت في التسويه، احنا مدينها صدمه ومدينها نص سلقه وطالعه معانا بسم الله ما شاء الله بالشكل ده، مش مهريه وماسكه نفسها علشان لما نيجي نقدمها على الرز تبقى متقدمه بشكل حلو قوي. عملنا الفراخ زي ما انتم شايفين كده، الفرن بتاعنا شغال. نبدا ان احنا نحط الفراخ فيه تكمل التسويه بتاعتها، هي طبعا واخده نص تسويه، نكمل التسويه بتاعتها وتاخد لون الشوي الحلو بتاعها، يكون الوقت بتاع الرز والتسويه بتاعته خلص معانا. احنا سقطنا الميه، اول ما سقطناه كانت الساعه كام يا نور؟ تفتكري بقاله قد ايه مثلا؟ 5 دقايق. طيب 5 دقايق، الساعه دلوقتي معانا كام؟ 10:15. طيب هنديله كمان 10 دقايق، يعني 10:30 باذن الله نبدا نشوف الدنيا عنده عامله ازاي. الزعفران الاحمر ده هسيبه دلوقتي خالص، ليه؟ علشان بعد الرز ما يتشرب خالص، والمفروض ان هو بدات الخروم بتاعته كده تبان من على الوش، والمفروض ان انا هدي عليه النار، هبدا ان انا اروح واخده سنه من الزعفران الاحمر وادوبه في ميه، وابدا بعد ما الرز ما يستوي ابدا انقط على الرز من فوق. التنقيطه دي اللي هي معموله في او متدوبه في نقطه ميه او في شويه ميه هتبدا تنزل لي جوه الرز نفسه. تيجي بعد كده لما تقدمي تلاقي رز اصفر، رز ابيض، رز احمر مع الفراخ اللي احنا عاملينها هيطلع صنف يستاهل بقه. شايفين شكل الفراخ عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليه. 5 دقايق بالظبط ان شاء الله ونطلعها. هنقفل كده ونيجي بقى دلوقتي نبص على الرز اللي احنا قلنا ربع ساعة بالظبط ويكون متشرب ومستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ 5 دقايق كمان ونقفل عليه. طيب في اللحظة دي اللي فاضل 5 دقايق وهنقفل عليه نعمل ايه بقى؟ خدتوا اللون الاحمر، والله كنت عارفة انكم هتعملوه كده. هنجيب ميه ونحطها في كوبايه، يعني حوالي مش هقول ربع كوبايه، لا اقل من ربع كوبايه اهو، مش او علشان الحله عندنا كبيره اهي، واروح حاطه فيها برضو رشه بسيطه من الزعفران الاحمر. طيب لو انت هتعملي الرز ابيض ممكن تاخدي اللون الاصفر اللي احنا حطيناه مع الرز كله ده وتبداي تعملي لونين، يبقى الرز ابيض تبدأي تدوبي لون أصفر ولون أحمر كل واحد لوحده وتبدأي تنقطي أو تبدأي تنزلي بحاجات بسيطة على الرز من فوق علشان يدخل جوه الرز. تيجي بعد كده لما تغرفي تلاقي الرزاية أصلا بيضة وتلاقي الرزاية مصفرة وتلاقي الرزاية محمرة، هيديكي الشكل اللي انت عايزاه. طيب على ما يجي لنا اللون الأحمر كده أنا عريت على الرز عشان هو المفروض أصلا يعتبر إن هو استوى. بص المنظر عامل إزاي، أنا عارف شوفة كده صغيرة من اللون الأحمر كده وراح عاملة كده. طبعا هو كده بينزل ايه لتحت. فلما تيجي تقلبي هتلاقي رز اصفر ورز احمر. بالشكل ده كده. وزي ما قلتلكوا لو عايزين تعملوا ابيض كمان يبقى اعملوا رز البسمتي الابيض وخلوا اللون الاصفر لوحده والاحمر لوحده. كده تمام وزي الفل. ابدا اعمل ايه؟ اعمل شوكه واعمل كده. لان انا هقفل على الرز دلوقتي. يطلع واحدة وواحدة. نشيل من على النار ونسيبه براحته. ما ينفعش اطفي واسيبه على النار. ليه؟ العين هتفضل السخونية بتاعتها مع السخونية بتاعت الحلة يفضل يسوي لي الرز زيادة وانا مش عايزاه يستوي زيادة. هو كده الرز بالنسبة لي تسويته حلوة قوي. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبها بقى تهدى شويه على ما الرز هو كمان يهدى شويه. دي الفراخ اهي الحلوه بتاعتنا اهي، حطيناها على الرز، وزي ما قلت لكم في طالع رزايه حمراء ورزايه صفرة بالشكل ده كده. ولو كنا عاملين الرز ابيض وعاملين اللونين لوحدهم بره كان ادانا ثلاث الوان من الرز مع رشه بقدونس كده حلوه، وتطلع معاكم في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله عليها.